الطوطو موسيقى الزنقة، شكون طلعوا لتما؟ شكون صادق؟ شكون وافق؟ شكون خرج الدعم؟ ملي شتي في الملف كاين طوطو خرج الدعم طلع بولفار في الزنقة، تساهل داك الشيء هذا. يعني نوجهها للجامعة ديال المص، نقول له الله يجازيك بخير، درتي عطيتي للمص واحد شويش، الله يجازيك بخير، كنتمنى من الله تحيد يديك على المص، حيت شخصيا راني باغي نشد داك المكتب ديالها، انا باغي نزيد انا ليها. يعني هذا نداء تنقولو للجامع مني وليه، تنقولو الله يجازيك بخير، عطيتي للمص، شكرا. ما كرهتش كان تخلي المسؤوليه ديالك وتخليني نزيد لها انا، ما عملتش دخل ماركه، ما كانش دخل ماركه، نقول لك طلع المص، الله يجازيه بخير. لكن عطى شي حاجه، فهمتيني، عطى شي حاجه في لايب ودارها، الله يجازيه بخير. لكن كيبغي المص، احنا كنبغيو اللي كيبغيو المص، ولكن احنا المص كنعرفوا اللي طلعوها الدراري ديالها، والمشكله ديال الدراري اللي كيطلعوها كيبيعوهم، والرئيس اللي كيشد المكتب ديال المص كيربح ما كيخسرش، هادشي كنعرفوه حنايا ومعروف. والله يسهل، بغينا نقول انا كنقولوا حاجه واحده، كريتي داك البركه وهزو، خلينا نزيدو حنا نشوفوا شنو غنديروا حنا ولاد البلاد. من اول مره تنقولها اعلاميين، تنقول لهم انا باغي نزيد السياده المكتب ديال المص ان شاء الله. معرضه مولاي، لا نقول لك فاس واش معطل على المعرض دابا؟ واش فاس عطل على المعرض؟ فاس عطل على اطر صحيه، عطينا الاطباء يدخلوا راه الطوب اللي كتشيلو ديال الدوله كتلقى غير في المليه كتكونيكتا، حق الرب بقيتي كتلقى الطبيب مشو ما كاينش. ومعرض عشان باش نقول لكم التالي، فاس ما عطلاش على معرض، فاس عطل على اللي روجها اللي دورها، فهمتيني، فاش عطل على اللي دورها، حنا فاش عطل على اللي خدم يد العامله فيها، اللي نقصنا شويش من الاسعار على المغرب كامل، خصنا اطر صحيه، اطر تعليميه، خصنا بزاف فاس، عاد جيب لنا المعرض في التالي، الناس ما لقات ما تاكلش، عاد شوف المعرض. نقول لك الفلوس اللي كتخسر في هذا الشيء الخاوي، شي تخسر في شي حاجه العامر. صالح التخريدي مسكين الله يكون معنا ومعاه، الله يكون معنا ومعاه، راه غادي في حالتنا هي مسكين القيراط كاع. ملي جبتي لي داك القطاع هذاك نقدر نتفرقع، القطاع ما عرفناش عيلة فين يهضر، كلشي كيهضر، ما بغاش يتبدلوا داك داك الطوبيسات، ما بغاش يتبدل داك الناس اللي شادين داك الشركة هذيك، الطوبيس ولا غادي يدير بحال شوية السوسيط، فهمتيني، ما فهمتش واش ما كاينش شي ناس قوى من داك الناس هذوك، ولا داك الناس اللي قوى من داك الناس دايرين صبعهم مع داك الناس، ولا ما فهمتش، راه لا إله إلا الله. بالمقارنة مع المدن في المحيطات، هادي في المحيطات، هادي باش كنشوفها من ناحية اقتصادية، كنشوف واحد آخر كنشوف فاس حكم العالم. رسالتك للسياسيين اللي كيتعاقبوا على هاد الشأن المحلي. واش غنقول لك أخي؟ أنا السياسي ما كنلوموش عشيري، علاش؟ حيت هو كيبيع غير الهضرة، كيعطينا غير الهضرة. أنا اللي في يديهم زمام الأمور هو اللي تنقول لهم اتقوا الله. اللي في يديهم زمام الأمور تنقول لهم اتقوا الله، ما السياسي معروف كيبيع لنا الهضرة. غير هاد الأسعار؟ خويا اش نقول لك، كان هذا قضاء في الله مرات سيرات، هاد الشيخ راه لا حول ولا قوة الا بالله، البلاد غادية في الخسارة. انا حمادي الضغط وصلنا للنهاية ديالو، دابا الله يسر، الله يسر اللي يجعلها، كنتسناو الانفجار. حنا تنقولو اللهم اجعل هذا البلد امينا، ولكن هادشي هذا راه ما يخليكش امينا، لان الله يكون في العوان الناس اصحابي، راه الناس لا اله الا الله محمد رسول الله، راه عباد الله الزيت تبقى تبان لها في الاحلام، الناس اخويا راه لا اله الا الله تبارك، هادشي راه يخليو عباد الله ما تبقاش تجوج، اللي مجوج عيطلق، محكمة الاسرة عمرت في الطلاقات، لا اخويا لا حول ولا قوة الا بالله، الله ياخذ الحق اللي كان حيلو. فرحة كبيرة الحمد لله خويا، قبل ما تكون عند أي واحد، محمد أمين دابا تبارك الله موسى قبل حبيب الله وأيلول. بخير الحمد لله، شوف الحمدين الشاكرين الحمد لله، والله إلا كلشي ناشط كلشي فرحان الحمد لله، العصابة تتكبر بخير، تكاثر تكاثر فاشلة الحمد لله عليها، راه كنقولها وفرحان بها، أوبي ما نجحتش خدمت فيها وعطيت شي شويش من الجد، مكنقولش عطيت الجد كامل، عطيت واحد شويش من الجد فيها، وحاولت نبدل السيلات
وكنت كنتسنى الريبونس ديال الجمهور فيها. ومنين حطيناها الحمد لله مازال طراك فيها ماكملش، حطيت فيها دابا الحمد لله 5 ديال واحد ماكملش، سوري ماما مازال ما حطيناش تحت هو ان شاء الله، ونتمنى من الله تا هو يكون فاشل بحال خوتو. وبيناتنا بزاف د الحوايج عرفناهم ومنو ما نطيحوش، قرينا منه درس، خدينا منه الايجابي ونحاولوا نحيدوا السلبي، ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند ظن حسن عباد الله. ما كاينش شي واحد يدير شي حاجه وما تستقلوش وعيكون فرحان ديبار، ولكن ما كنش ساخط بالعكس، يعني كتكون عندك واحد شنو نقول لك واحد انفعال، لانك درتي واحد المجهود كتبتي الاكس، شوف شي تسجيل ميكس تصوير داك الشيء مجهود، ولكن ماشي بالنسبه للكتابه مجهود كبير هو الكتابه، فيات وكتاب وحاط تحت الريمه والسفاه وهذه، وفي التالي داك المجهود ما كيعطيكش داك المردود اللي انت باغيه. انت ما شاريش كلمات باش تقول هذا الكاتب هذا نبدلو، انت دماغك مردود دماغك، كيفاش انا حط واحد التراكات المردود ديالهم الناس كعجبوهم داك الكتابه اللي حط فيهم، وحط واحد التراكات الناس ما عجبوهمش الكتاب، اذا كتولي ترجع للقديم ديالك كتقول صبر نشوف ونشوف الحاجه اللي ترضي الناس. الناس ما بغاوش يشوفوني في شي حاجه من غير داك الشيء، ودابا راه حنا كنقولوا حنا في واحد الشواه مع راسك، ملي كتشوف ان الناس حفظوك في واحد السيل، وملي كتحط داك السيل ما تيخايبش كيعجبهم، وملي بغيتي تبدل السيل عندك داك الشيء هوايه ديالك موسيقى وهادي وتغني راسك عادي وكذا، الناس ما عجباش داك الشيء، اذا الناس باغيه لي لا بوتي، ما عندي ما ندير. انا ملي كنكون كنخدم ديبار خدمت التراكات ديالي نهار بديت، عمري خدمت على الطوندونس، انا درت بالي الطوندونس حيت نعرف بان الطوندونس الا بغيت نخدمو خصني ندير نغني ولا كندير شي كليب دروتيني، عارف نكون في الطوندونس ديك الساعات. كتكون كتخدم باش ترضي الجمهور، الجمهور ديالك ماشي هو اللي في الطوندونس، عندك واحد الجمهور عندك فلاشين ديالك سابعين في تمزقولك كيخصك ترضيهم. ما عنديش مشكل نرضي داك الجمهور وما نطلعش في الطوندونس، يعجبني الحال، ولكن انا الجمهور ديالي ما رضاش على الاوبي اللي حطيت ما عجباتوش، لهذا دابا خصني كنخدم شي حاجه اللي ترضي الجمهور. الجمهور ديالي معود عليا كنهضر تنقصف زين، من بعد بدلت السيل بدلت السيل، الجمهور ما رضاش على السيل اللي تبدل، هي نفس الهضره اللي قلت القبائل، يعني كيخصك باش ترضي الجمهور ترجع لذاك السيل اللي انت كنتي فيه، كيعرفوك في القاصح خصك تبقى قاصح، واخا انت راه فهمتني انت كدير موسيقى، هاد المرة كاين شي خير غني شعبي مع راسي، حيت انا راه فهمتني انسان دماغي ارتيست من الداخل، تنبغي حتى كيعجبني نطلق انستري افورماسيون ونهيت عليه، الجمهور ما بغاش داك الشيء هذاك، الجمهور باغيني ندخل نرجع نكلاشي، كنتي كتكلاشا مع الروفيكس هو اللي رجع لعندو، ما وقفتش صباطيه، فلان هضر اعطيه، هكا بغاني الجمهور، وانا ما عندي ما ندير. انا نقدر نكون غلطت مع الجمهور بزاف د الحوايج فاطيت بزاف د الحوايج، ولكن انا اصلا ملك د الجمهور ماشي ملك د راسي، بغاوني هكاك يا بسم الله داز سيدو السبوع د الود ان شاء الله، واللي تحت في المقله يتقلى ماش مشكل. اذا هنايا كتعترف انك ترجع للاغاني اللي كنتي والسيل اللي كنتي كتشتغل بها من قبل. ضروري الجمهور باغي داك الشيء، الجمهور بغى القاصح، الجمهور حتى كتقول له رودي ماريو كيقول لك لا خويا انا بغيتك تصباطي لي اللي زاد في هذه وهذه، انا حنا ملي كيزيدوا خايف الزيت كنتسناو كنت تهضر، حنا كنتمزقنا كنتسناو ديك النوطه ديالك انت شنو غتقول فيها كتبرد على قلبنا، واخويا انا ديك الناس هما اللي ما عندي ما ندير، الا كنت غنرضيهم هما غنجيبها في راسي كان هذا قضاء في اللهم راه تيرض. خلينا نرجع نخدم نقولوا حنا واحد الطراك ولا جوج غنخدمهم بالستيل اللي باغي الجمهور اللي كيعرفني به، وكنشوف ديك الساعات الرد الفعل ديال الجمهور، إذا الجمهور كان راضي عليا داك الساعات غنزيد معاه بداك الطريق، ما كانش راضي على داك الشيء غنشوف الجمهور شنو راضيه. واخا يوسف شفنا عادي ديال اليوتيوب، كنشوفوا اليوتيوب ان هذا المعايير باش كيطلع فيها الفيديو، فيديو كتلوحو داك السويع الاول ديالو يقدر يكون ضارب لك غير 20000 ويطلع، لكن ديك 20000 كتكون بحال كضربه الساعتين الاولى ضاربها كتطلع الطوندونس، الطوندونس عنده واحد المعيار بحال كنقولوا حنا بحال الكونتور ديال الضو، فتي الطرونش الاول كتولي تخلص الطرونش الدو، واخا تفوتو غير
فهمتيني بكيلووات بحال هكاك الطوندونس داير. الطوندونس كان طوندونس شحال هادي كانت طوندونس باش طلع الطوندونس خصو الخدام. دابا هاد المحتويات كيدخل كيشوفنا قلت لك هاد المحتويات ديال البطبوس مني وجب كنشوف شي محتوى ماشي تلت سماعي وكنشوف الناس تهضر عليه خصني ندخل نشوفو نعرف معرفة الاشياء خير من جهلي وكنت حارم ندخل نشوف شنو فيه كلشي هكاك يعني ماشي داك المحتوى طلع في الطوندونس يعني الناس راضية عليه. الناس راه غير كتشوف العقلية ديال هادو اللي شاركين معاهم الأكسجين فين وصلات هاديك غا حمقى شي إلا جيت نشوف إلا جيت نعاتب أنا عمري نعاتب هاديك هاديك غا حمقى فهمتيني ودايا حمق وغام طالقين هاد السلاح بحال هاديك بالحسن فهمتيني ولا بالرشيد ولا شي حاجة فين الداوة مع راسها ما كاينش اللي تسوق لها. كاين الناس اللي كيشغلوا الرأي العام فهمتيني فري واللي عندهم جمهور فري واللي يعني فري هما اللي كيخص يتحقق معاهم في هذا الشيء. هذا شنو طوطو مؤخرا انه كان متابع بحال الصراحه بحالي في رساله اللي كتوجه شنو غادي يدير دقيقه طوطو انا ما كنلوموش اللوم اللي طلع عنده جوج الحوايج فاش عاد تهضر فاش تعطي الراي ديالك واش منين طلع سير صين وقع داك الشيء ولا تهبط ودار الندوه الصحفيه فين عند تابع فين سير صين ما شوف ما نعاتبش فيها طوطو انا نهائيا واخا انا فهمتيني انا طوطو بعيد عليه وبعيد عليه ما بيناتنا فهمتي حتى شي حاجه ولكن ما نعاتبش عليه نقدر نكون في شي تراكت نهضر نجبدو في سميه هكا كسميه جات فريم ما تحطو ولكن باش نهضر في الحق ما نعاتبوش نحاسب اللي طلع طوطو اللي طلع طوطو انت جات طلع طوطو انا كنعرفو موسيقى طوطو شنو فيها باش تطلع توقع داك الشيء هذاك يا يقولوا في انستري يا يقولوا عادي موسيقى الطوطو باينه عمودك موسيقى الشارع فيها حشيش فيها تخسر هضره فيها هادي طبيعه الحال غيكون باش تطلع بولفار راح يوقع لك اكثر من داك الشيء الله يحمد الله اللي وقع غير داك الشيء في داك البولفار لان شكون يتجمع يسمع داك الشيء اعطيني شي اسره غاديه على عندها موسيقى روحيه فاس كيوقع شي حاجه شكون كتلقى في الموسيقى الروحيه دائما كتلقى فيها الناس راقيين الناس ولاد العائلات كدا كيتفرجوا ويجلسوا ويخرجوا ما كاين حتى شي حاجه موسيقى الطوطو موسيقى الزنقه شكون طلعوا لتما شكون صادق شكون وافق شكون خرج الدعم منين شتي في الملف كاين طوطو خرج الدعم طلع بولفار في الزنقه تسهل داك الشيء هذاك داك الشيء وقع يعني ما يتلامش طوطو انا عيطت ليه عيطت ليه قلت ليه اجي قريا طلع غني لي تمايا شنو غتنتظر؟ غنظن نخسر لك الهضره تما كنغنيو راب حنايا عادي. بالنسبه للموضوع الثاني ديال الاعتقال ديالو كنظن انا بان الاعتقال ديالو ما عندوش باش يفيد هو طوطو عاوتاني هضر واحد الهضره تلقائيه عفويه كلشي كيهضر هضره عفويه هو دابا طوطو المقصود بهذا الاعتقال وهذه المتابعه وهذه صافي موسيقى تربصها تحارب هي بدات من شحال هادي بشويه دابا بقات تحارب اي واحد جا كنقولوا حنا كيديروا له كيديروا حجره في الفم هو شي طوطو كيما قالوا بحال دار هو حجره في الفم باش يبقى دابا يبقى انسان قبل ما يكتب يحسب راسو شنو غايقول قبل ما يجي يدير شد مايك عندك هكا عند حدا اخر شنو غايقول والمشكله اللي كتعصب الانسان هو كينوض لك واحد من الشعب تيتابعك وهضر انت واحد من الشعب اللي تيتابعك وحماق معاهم فكرت حماق علاش كيوقع لك باش انت كتقول وانا كنموسق هادو هما اللي متابعيني غادخل عند الواكل واش الواكل هو اللي متابعك لا الواكل انت جيتي عنده شاف في الدوسي لقى منين تلقك غيطلقك ما لقاش منين تلقك ما ندوي لك جا الدوسي كلمة الأخيرة اللي غنقول لك أخاي نقول للجمهور سمحوا لنا بزاف إلا كنت غلط وسمعت شي حاجة ما عجباتكمش منا انا راه انسان بحال باكم وانا ديالكم وكنتمنى من الله ان شاء الله المرض الجاي والمحتويات الجايين اللي يعجبوكم وانتوما الا ما كنتوش انتوما حنا ما كاينينش